Hi everybody, welcome to Get Fit. Happy Easter, أول شيء. اليوم كمان رح نحكي self defense. It seems إنه كتير عم تحبوا self defense وكتير في ناس عم تطلب منا إنه نعمل self defense أكثر. Especially ladies, أنا كتير مبسوط لهالموضوع. Remember that martial arts بالأول هو fighting قبل ما يكون حيالله شيء تاني. So لازم أعرف دافع عن حالي. بس أكيد بدي يكون عندي conditioning. لحتى اقدر to use my legs الفوتورك تبعي سريع يكون وقدر اتصرف. رح نعمل ريكاب عن حلقه last week تشوفوا شو عملنا. We will continue نعمل شيء جديد اليوم. So اول شيء اذا عم بيصير في اتاك علي من النص اوكي ريمبر وي تيرن من هون وي ورك اجين. So اتاك من النص بام البو اند وي ورك. Another thing عم بيعمل بانش علي كمان. Let's make it fast شوي. I use my hand, distance myself. هون I use my elbow and attack. Again, one more time. Whoop and attack. Remember, كل شيء لازم يكون سهل. لازم يكون كتير سريع لأحفظه وكتير سريع لأطبقه. كل شيء معقد بس يكون الأدرينالين عالي معي ما بقدر أعمله. So لأنه بفقد الموتور فاين سكيلز ما بقدر نفذ راسي will not be able. So again. Put my finger, remove the elbow, and attack. كمان عملنا كل شيء جاي من برا. He's attacking me with hooks. هون كل مرة أنا عم بضرب على pressure point عنده. Let's do it again. اللي هي هون. هاي النقطة بالتحديد. So again, he's going in, هون. Whoop. قد ما قوي, قد ما علي له إجره. I go down for the punching. So again, he's coming in. One, two, whoop. I'm sorry. Good. All right. So guys, اللعبة مأزية شوي بس إنه this is real game. Again, إذا عم يعطيني kicks, let's say من برا بدي أرجع. Okay. فهذا الموضوع خلينا نحكي شوي ونفوت in detail شو عم بيصير. Guys, هون اللي عم بيصير هو إنه مش عم بحفظ تكنيك. يعني مش إنه إذا عمل لي هيك بعمل هيك إذا ما فيني هيك لأنه ما بعرف الإنسان قدامي شو رح يعمل. بس عم بعمل شغلتين كتير مهمين بخلوني أقدر أعرف how to react. First وقت كل شيء يجي من النص punching من النص أنا بدي أظهر عميلي. That's rule number one. Rule number two كل شيء جاي من برا I go in. So بعكس بعض. Let's say جاي punch straight من جوا I go out. جاي punch من جوا I go in. Okay. So the same concept. لما يعطيني كيك هو على إجري I go back straight line again أو I go in. هون كل الضغط تبع الإجر عم وقفه at one point اللي هي قبل ما تبلش تنزل. So again at point zero I stop and I use my hands. So we will do it fast again. I go one two okay. إذا عم باخد attack كfront kick عم يعطيني front kick I go to the side. So بعكس بعض جاي اتاك من جوا انا بظهر لبرا جاي الاتاك من برا انا بفوت لجوا. That's the concept behind fighting. So again he's coming in pop بشيله protect my hand هون كمان I attack with everything I got. So مبدئيا this is the concept behind كل شيء بيصير street fight. بعدين كل شيء تاني بيجي بيصير details. رح نشوف كمان بالنايف drills please. عملنا كمان a knife drill last week. عم بفوت remember ما بلحق النايف لأنه ما فيني لحقها. So اللي بعمله إنه بستعمل أصبعي and I pressure تحت باطو على الشولدر. So again it's coming in من هون. هلا فيني أعمل حي الله شيء نزله على الأرض على هون 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 and I subdue him. ما في أعمل شيء على الأرض. Okay guys sorry. آخر شيء عملنا تذكروا guys هول الأشياء it's a show عم نعمله لتشوفوا شو فيه أشياء تنعمل in self defense. Please don't do it at home. هيدا الجن is nothing لعبة بس عم نفرجيكم شو بيصير. Okay so عملنا last time بس ما فسرنا شو صار. So first of all usually in danger وقت أكون أنا بخطر ومنشوف السي سي تي في بتفرجي انه دايما الاتاكر بحط الجان بوجهي. اوكي البرو هو ببعد الجان
بس هيدا بيكون يوجوالي مش جاي يسرق، لانه اللي بده يسرق بده يحط خطر علي. سو بفرجيني الفرد دائما ليفرجيني انه هو عم بيهددني. سو ان ذس ستيت كثير مهم التايمينج البريسيجن والباور. انا ما فيني اذا هو حاطط الجان هون انا اعمل حيلا موفمنت، لانه بليز اذا حسيت حيلا شيء اوكي اني موفمنت رح يعمل كليك ان كان هون او فوق. سو لازم التايمينج يكون كثير مهم. اول شغله رقبتي اسرع من التريجر فينجر تبعه، اذا انا عملت هيك انا اسرع من التريجر فينجر تبعه. That's rule number one. Number two, I need to use my step to the side at the same time. So he's doing it, انا هون. اوكي؟ انا اسرع منه هون. لو هو بده يفوز. So please, if you feel it, trigger. اوكي؟ So one, I step out. Two, I use my hand. Attack هون على الريست بجيبها على قلبي. اوكي؟ وبقشط الفرد. So one more time. بدي انطر لما هو يكون يا عم يحكي يا انا عم بحكي. This is for timing. So again هون هون and like this arm. هيدا اذا كانت one arm. اذا كانت double arm بتصير اصعب، لانه بس يحط double arm بوجهي هلا هو كثير قوي هون، كثير صعبه انا اقدر زحله ايديه. So اللي لازم اعمله هو to go in directly على source. Step to the side مثل العادة. Use my hand from under. هيدا هون behind the trigger. حتى إذا كان الديك لورا إصبعي هون يفقس عليه وما يطلع الضرب. That's one. So, two, I use my legs and I go inside. لعنده. إصبعي كمان على التريجر. بصير هون قد ما أبرم قد ما أنا باخذ الفرد وقد ما هو بينزعج. So, one more time. And هون. Okay. هون إذا إصبعه بقلب التريجر لازم أرجع أردها وطلع. In situations when أنا مش face to face فيكون هو حاططه بظهري. أوكي؟ إذا أنا بعيد عنه وماني حاسس وين الجان لازم أرجع لدق. بس أعرف وين الجان هون فيني أتصرف. أول شيء بعمله بتطلع to my side أتأكد أي إيد فيها الجان. I saw إنه بهيديك. So now I rotate with my elbow. So again شفت إنه هونيك برامج. Me and him are facing the same line. باخد الجان وببرم. بام بام. ما بحياتي بستعمل الجان تبع الاوبوننت او الشخص اللي حامله ضده. ما بعرف شو هو الجان، ما بعرف اذا ريبليكا جان ولا مظبوط، في ولا ما في. سو انا هدفي بس اخد الجان. اوكي؟ سو اجين من ورا طلعت شفت انه هون اوكي ببرم من هون لكن ما ببرم نفس الميله and I attack. اوكي؟ Let's do it fast. فازن. حسيت الجان هون برمت لقطت. This arm. My turn. Again امرار بتصير بسيتويشنز انا واقف بيجي حدا من حدي. Guys remember كل شيء هون لازم يكون سهل وسريع. So اذا هو حاط الجان يا هون يا هون. شو اقرب شيء على الجان؟ It's my elbow. اوكي؟ ما بدي اعمل big movements دغري رح يفقس. So اللي لازم يصير انه استعمل قلبه تبعي واعمل step لجوا. So again, step, attack, catch the hand منيح ما بتركها. I do the same مع خصري باخذ الجان. So again to the side, okay, catch وبقربه. Attack, switch hands, take the gun. Okay, فإذا a series of movements كلهم عم بفرجوا قد ايه حساس الموضوع وقد ايه في شانس انه انصاب وبنفس الوقت قد ايه بده تايمينج. So let's say فازن again from a straight line this arm one hand كثير بتصير كمان in real life لازم اعمل step to the side catch the gun again two arms step to the side again using my hands كمان go inside من هون this arm the gun ورا ما في يجيب ايده لعنده اصلا. بحط اجري هون صار بعيد عن الجان. اوكي؟ سو اجين. اي لوك. خطة من هون. اشطو الفرد. تو ذا سايد. اوكي؟ نفس الشيء. كيك. باخذ الفرد من فوق. اجين وان مور تايم. هون. اتاك. ذس ارم.
Guys, it's a very tricky game. Please, ما حدا يجربهم بالبيت. بس you have to know إنه في مدارس بتعلم هول الأشياء. These things are very critical. وفينا نستعملهم بس نفس الوقت بدهم انتباه. I hope you like it. See you next week. Happy Easter.